أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة، هذا أقصى ما أتمنى. وتهب لي الدرجات. السلام عليكم، نتمنى كل شيء يكون بخير. مهم الدرس هو present and past wishes. يعني present والpast wishes، يعني كيفاش؟ يعني التمني في الحاضر والماضي. في السيلو احنا عندنا نشوفوا البريزنت على ندوز الباس، يعني بريزنت ويشز يعني التمني في الحاضر. احنا قبل ما ندخلوا لهاد البريزنت ويشز خاصنا نعرفوا واحد جوج حوايج. يعني الجمله كتبدا لينا خاصنا نعرفوا بهادي اي ويش ولا اف اونلي، يعني بجوجهم راهم بحال بجوجهم كي المعنى ديالهم اتمنى. يعني في هاد الدرس هذا ديال present and past wishes، يعني التمني في الحاضر والماضي، يعني خاصكم تكونوا عارفين هاد جوج حوايج I wish ولا if only. يعني حنا نشوفو present wishes، يعني غنشوفو واحد المثال I don't have a car. يعني هادي جملة عادية، يعني ما عنديش طوموبيل. يعني في الدرس ديال الويشز يعني كنتمنى يكون عندك طوموبيل، يعني كنتمنى يكون عندي طوموبيل حقاش عندي. المهم يعني اي ويش ولا اف اونلي، يعني كنشد وكندي اي ويش هي الاولى، كيكونوا هادي عاطيني الكومة اي ويش اي، يعني don't have. هذا هو الفعل، يعني هذا مصرف لنا في البريزون ياك في النيجاتيف فورم. راه عندنا don't هذه راه هي do not، يعني في البريزون في النيجاتيف فورم. مزيان، بريزون في النيجاتيف فورم. احنا عندنا هذه الجمله خاصنا نحولوها اي ويش، يعني اي ويش تبع معايا مزيان، اي ويش اي هاد اي ويش اي هاد ا كار، اي ويش اي هاد ا كار، اي ويش اي هاد ا كار. هاد اتمنى كنت هذه السيارة، يعني كنتمنى اي ويش اي هاد. يعني كيفاش هذا في البريزون في الجملة في البريزون في النيجاتيف فورم وتحول لباس في الافيرماتيف فورم؟ هذه يا سيدي راه قاعدة. كيفاش؟ يعني كان عندك بريزنت ويشز، يعني الجملة ديالك هادي ها هي في البريزون، كتحولها انت كتحول داك الفعل كتحولو لباست، باست سيمبل صافي. ولا كانت عندك الجملة
نيجاتيف كتحولها بوزيتيف. ولكن انت عندك بوزيتيف كتحولها نيجاتيف. بحال هنا عندنا نيجاتيف حولناها بوزيتيف. هاد الفعل مصرف في البريزون، في النيجاتيف حولناه هنا في الباست في الافيرماتيف. يعني بريزون تحولوا الباست سيمبل، نيجاتيف تحولها بوزيتيف، ولكن انت عندك بوزيتيف تتحولها نيجاتيف. شوفوا مثال اخر. I can't play football. يعني ما كنقدرش نلعب كورة. عندك هنا I wish ولا if only. if only راه هي I wish، ما تخلعكش. ولكن رد البال هنا راه عندك if only، ما عندكش if بعدا، راه عندك if only. يعني فاش تصيب if only يعني راه عندك تبني. صافي if only I ولكن دابا تقال كان راه مودلز، راه في البريزون ياك، في البريزون في النيجاتيف فورم. النيجاتيف هي يا سيدي، احنا سالينا من الجمله الاولى عرفنا راه حنا راه عندنا هاد كان راه في البريزون و في النيجاتيف فورم. هي حنا خاصنا كتجي حتى في الوسخ كتقول ودي راه البريزون خاصني نحولو الباس. وعندنا النيجاتيف خاصني نحولها بوزيتيف عادي. صافي يعني هنا عندنا البريزون ياك، وعندنا النيجاتيف يعني بريزون نيجاتيف. المهم بريزون خاصني نحولوها للباس. كان الا مشيتو للدرس ديال المودلز قلنا كان راها في البريزون، والباس ديال كان هي هو كولد. يعني كتجينا if only I could كود، وكتكمل الجملة ديالك could play football. علاش ما قربناش لهنا الفعل؟ حقاش راه عندنا models، والمودلز models تماك راه عندنا simple model، والsimple model كيتبعو لينا بير انفينيتيف. صافي داكشي علاش ما قربناش، يعني تحكمنا غير بكان كولد. صافي يعني تعاود ركز معايا، يعني عندنا فد البريزنت، بريزنت ويشز يعني الفعل تيكون هما اللي عاطينك، تيكون عندك في البريزون، انت تتحولو سيمبل باس. سيمبل باس ولكن عاطينك الجمله بوزيتيف كديرها انت نيجاتيف. لكن نيجاتيف كديرها انت بوزيتيف. صافي يعني العكس، بوزيتيف نيجاتيف، نيجاتيف بوزيتيف. هذا يعني دوينا في البريزنت ويشز، احنا غادي نشوفو الباس ويشز.